فكره الواوند روتر اندكشن موتور عندي نفس الارينجمنت تبعت الاندكشن موتور سكور الكيج اندكشن موتور عندي نفس الستيتر لكن الروتر بيكون ان فيه وايندنجز وبيطلع من الروتر 3 وايندنجز هذول بيطلعوا من هون على سليب رينجز على سليب رينجز الفكرة الأساسية في الواوند روتر اندكشن موتور ما دام صار عندي أنا أكسس على الروتر بإمكاني أغير الروتر اللي هي R2 فR2 اللي هي الروتر ريزيستنس ريفير تو ذا برايمري بقدر أغيرها فبقدر أحط مجموعة مقاومات هون وهاي المقاومات ممكن تكون متغيرة طبعا بغيرها مع بعض كلها يعني لما بصير بلف هاي بغير المقاومة بتغيروا الثلاثة كلهم مع بعض بنفس الوقت. الفكرة الأساسية فيها إنه أنا أستطيع أغير R2 وهو المحرك بتغير. إذا طلعنا على هدول speed torque curves المختلفة لإندكشن موتور بشكل عام راح لاقي إنه كل ما خفت R2 كل ما صارت أصغر قيمة R2 الروتر ريزيستنس. فهون هذا small أو smallest. R2 طلع هون اختلافات صارت بالستارتنج تورك وفي عندي variation في الستارتنج تورك لكن كمان في عندي اختلاف في الريتد سليب هذا طبعا يعني الريتد تورك هذا تي فصار انا عندي خيار اني اصمم المحرك من البدايه انا كان ممكن طبعا اروح على اندكشن موتور واغير ار تبعته تبعت الروتر الروتر اصمم بطريقه مختلفه اعطي ار مختلف بس هذا ميزته اعطاني ان ريل تايم بامكاني باستمرار اضطر اغير الروتر لاني حطيت انا مقاومات خارجيه هلا اذا كان عندي اصغر سمولست ار معناها هذول شورتد خلص هذول شورتد كلهم زيرو وسكرتهم في البدايه بخلي هذول كبار إذا خليت هذول كبار في البداية لما بعمل ستارتنج بعطيني أعلى هي واضح إنه بعمل بعطيني هي أعلى R هذا هون largest R2 كل ما تحركت من هون لهون بصغر R2 فببدأ في البداية بR كبيرة بس يبدأ المحرك يبدأ يتحرك وأحس أعمل سنسنج إنه بدأ يتحرك بصير تدريجيا بصغر R لحد ما يوصل عندي النقطة هاي فبستقر في النهاية على السيتنج اللي موجودة هون فبستفيد من هاي ستارتنج تورك طبعا هذه في الواقع هي ما بتكون متحرك بتكون مجموعة مقاومات بصير أعمل لهم شورتنج عن طريق كونتاكتون إذا هاي ستارتنج تورك وبعدين at rated speed إيش بيكون عندي smallest سليب واذا كان عندي سمولست سليب بعدين بكون هايست افشنسي هذه هي الادفانتج الاساسي لاستعمال واوند روتر اندكشن موتور طبعا هذه هون فيها مشاكل ايش مشاكلها فيها مشكلتين اساسيتين الروتر بدي اصمم روتر خاص ملفوف لف في اسلاك في حين انا بسكر الكيس شو كنت اعمل كنا نعمل في الروتر بسكور الكيج كنا نحط بارز بس اجيب بارز الومنيوم بارز نحطهم وبعدين نشبكهم برينج من الهاي هون صار لازم الف في الروتر لف لازم يكون في ملفوف اسلاك واطلع اطراف الاسلاك لبرا وايش المشكله الثانيه سليبرينجز بدها صيانه وممكن تعمل سباركينج عندي المشكله الثالثه طبعا صار بدي مقاومات خارجيه والمقاومات الخارجيه بدي اغيرها يا بغيرها مانيولي ميكانيكلي تدريجيا او بغيرها ان ستيجز بصير اغيرها شوي شوي بكون قيمتها كبيره وبعدين بصير اعمل شورتنج اوت استعماله الان كفاريبل سبيد درايف قليل جدا
وين صار استعماله؟ في الوينتر باينز. Still used in winter vines. وبالحالة هاي بسموه doubly fed induction DFIG. DFIG. فبتروح كثير من الوينتر باينز الآن بيستخدموا doubly fed induction generator. استعماله كفاريبل سبيد درايف الآن صار قليل جدا أو معدوم.